الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا شرح لبرنامج الطقس. طبعا برنامج الطقس ما فيه ذاك التعقيد الزايد بالنسبة للتولز. عندنا ليبل، عندنا تكست بوكس، وعندنا بوتن، وعندنا ايمج. الحين بس قاعد احطهم. طبعا وظائف كل واحده، الليبل او الايمج بنستخدمهم كاداه اخراج نخرج منهم المعلومات، والتكست بوكس بيكون اداه ادخال. طبعا الحين لاحظ هذا قاعد يدخل الخصائص، انتبه لذلك، وبس غير ابحث غير اسم من فاليو، وهني بغير البليس هولدر اسم من البليس هولدر والليبل بخليها فاضل. طبعا وظيفة البوتن انه بيجيب لنا اوامر من موقع معين، بيجيب لنا بيانات من موقع معين. هذا الموقع لازم له يدعم خدمة API، وهذه الخدمة تعطيه اللي هو تعطي بيانات. هذه البيانات مثل اللي هو الطقس، ازدحام الطرق، أسعار الأسهم إلى آخره. طبعا الحين بدي بتعريف اللي هو متغير نسميه سيتي. على طول نعطيه القيمة. هذه دالة شباب، هذه دالة اسمها encode URI component. هذه وظيفتها، هذه طبعا للتكست بوكس 1 اللي بيحط فيه المستخدم اسم السيتي. هذا ايش وظيفته؟ هذا يغير اللي هو اسم السيتي الى رقم 16. لو غير الاسم 16 عشان المتصفح مثلا في جوالك تضمن انه يفهمها المتصفح عشان يجيب لك البيانات الصحيحه. هنا عندنا جيت جيسون، هذا بجيب لك البيانات اللي في الجيسون اوبجكت. دقيقة تحصل الجيسون اوبجكت وش هو؟ هذه بتجيبها طبعا من الموقع نفسه اللي تكلمت عنه من شوي اللي فيه خدمة الـ API. هو عبارة الجيسون اوبجكت هو عبارة عن مصفوفات او اوبجكتات للبيانات. طبعا قراءتها تكون صعبة نسبيا بدون برنامج. تقدر تطلع له من نفس المتصفح او تقدر له تجيب برنامج ثاني عشان تقرا. وش نستفيد من هذا الجيسون اوبجكت؟ جيسون اوبجكت يعطيك طريقه للحصول على البيانات من الحصول على البيانات من الموقع البعيد. من الموقع البعيد طبعا في الموقع تكون البيانات والمعلومات مرتبه في سيرفرات، فانت لازم لو تروح للجيسون اوبجكت عشان تاخذ الطريقه اللي توصلك لهذا الريسيفر. طبعا جيت جيسون هذه اللي بتاخذ اللي هو البيانات من الجيسون اوبجكت. طبعا هو يتكون من ثلاث اقسام. اول شيء عندنا الرابط اللي بناخذ منه كل المعلومات اللي دخلت على الجيسون اوبجكت. الرابط ينتهي بعلامة الاستفهام، بعدين نحط له double quotation، بعدين فاصل. الحين بدي القسم الثاني. القسم الثاني بيكون فيه البيانات اللي نبغى نجيبها من الموقع. بدي بالكيو، كيو يساوي
الكيسة نحط عشان هي من الطريقة اللي نطلب فيها موجودة في الموقع مهم يعني إنها نضيفها لأنها من طريقة الريكوست في الموقع وقت الشهور الريكوست والطلب نفسه سيتي هذه ما بتجي على طول هذه بتجي إذا دخلها المستخدم بعدين نكتب أند قول رقم تكست بوكس 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 تكست يونت تساوي مترك هذا بتخلي لك درجة الحرارة بالسلسيوس إذا ما حطيتها بصير الكالفن وتحولها بطريقة ثانية فإحنا من أولها نحطها اللي هو سلسيوس لأننا متعودين عليه بالسلسيوس بعدين ما أبديتها اللي هو الكول باك فانكشن اللي بتاخذ البيانات كلها من الجيسون أوبجكت نفتح سب بروسيجر وفيه مايب ديتا اللي هي نفسها اللي عرفناها هناك طبعا المايب ديتا تقدر تسميها بأي اسم بس لازم لو تثبت على التسمية ما تغير اسمها بعدين نفس الجيسون هني جيسون اوبجكت سميناه جيسون اوبجكت هذا وش الجيسون اوبجكت اللي سميناه الحين سميناه البيانات اللي بننزلها من الموقع سميناه جيسون اوبجكت وهي بالفعل يعني جيسون اوبجكت من نفس الموقع هني العملية اللي بتتم الحين كلها هو تغيير المحتوى اللي في البرنامج عندك جيسون اوبجكت اللي هني جيسون او بي نقدر نسمي اي اسم لكن ضروري نلتزم بقى الحين واحنا قاعدين نكتب لازم نسمي احنا نكتب طبعا انت بتنزل كل المحتوى اللي في الجيسون اوبجكت بس بعدين بتقعد اللي هو تغير في الثيم يعني ليبل 1 لو تكست كونتنت يساوي لو سين سي انتجر جيسون اوبجكت مين شوف احنا الحين في الليبل ما نبغى كل شيء ينزل فيه نبغى بس المين في المرجر نبغى لو درجة الحرارة بس تظهر فيه على أي على أي أساس لو حطينا بوينت مين بوينت تمبرتشر هذا تلاقيه في ال جيسون أوبجكت اللي طلعت لكم من شوي يعني لازم تقرأ الجيسون أوبجكت كيف مبني كيف جاي على وعلى أساس بناء تختار طريقة كتابة البيانات هذه طبعا الحين حط تغيير الصورة image one point for style source طبعا source اللي هو بصير الرابط والsource حق الصورة بس كتبنا for style عشان يفهم البرنامج انه تغيير داخل البرنامج هو يشتغل مو من بدايته في اثناء اللي هو عمل البرنامج تتغير الصورة زائد جيسون اوبجكت بوينت وذر وهي مصفوفة اللي تحتوي الايقونات الكوست اللي شو اسمه زين طبعا طبعا هذه الوذر هي المصفوفة اللي تحتوي الايقونات كلها طبعا حطينا صفر لان فيها هو
العنصر الوحيد فيها تبدا من الصفر طبعا مصفوفه، كيف تعرفها انها هي مصفوفه من الاقواس هذه؟ هذه الاقواس تعطيك اللي هو انها مصفوفه، تعبر عنها مصفوفه. نسيت الامر. طبعا بي ان جي هو بي ان جي هو اللي هو الامتداد حق نفس الصوره. لان الموقع اذا طلبت منه الجيسون، الجيسون يجي فيه رقم الصوره بس، رقم له اسم ملف الصوره يعتبر رقم عندكم بدون الامتداد هذا. لو جاء هو بالامتداد دوت بي ان جي خلاص ما بنحتاج ان احنا نضيف هذه دوت بي ان جي. خلاص الحين البرنامج الله يعطيكم العافيه. طبعا الان لو في انترنت كان بيشتغل. تسوين برنت سكرين ولا شيء؟ أوكي. الى التطبيق؟ لا ما سويته؟ ما في مشكله. خلاص ما سوينا. الله يعطيكم العافيه. خلاص.